بس نقطة إضافية على ما تفضل فيه سعادة وزير المجلسين، يعني ودي أؤكد لمجلسكم أن مع برنامج التوازن المالي كان في أمور كثيرة تمت. فإحنا يمكن اليوم اللي معروض أمام مجلسكم اللي قاعدين تناقشونه اليوم هو نقطة من نقاط كثيرة تمت لضبط المصروفات وكذلك ضبط آلية المصروف. يعني بعد من ناحية حسابية أيام الراحة هي لها تكلفة، ويشوفها الموظف حتى وقت اللي يخرج من العمل لها تكلفة حسابية. فأيام الراحة ليس فقط، ولهذه الآلية اللي تم وضعها ليس دافعها فقط تقليص صرف، أبكون واضح في هذا الموضوع، لكن ضبط الآلية بضوابط أحكم من مكان العمل عليه إلى أن يتم وضع الضوابط الصحيحة بالاستثناءات لعدد من الوظائف الحساسة. يعني عشان نكون واضحين شنو الهدف من وراء هذا الموضوع، ليس تقليص صرف، ولكن في المراجعة إلى بنود صرف كثيرة كان من الملاحظ أن في بنود يجب أن يتم وضع ضوابط أفضل عليها، فودي أبين شنو الدافع من وراء هذه النقطة. الثانية موضوع ضوابط لأمور أخرى، ودي أبين لمجلسكم الموقر، ويمكن هذا متعلق بهذا الموضوع لكن دام طريته بس بنذكر لكم نبذة بسيطة. في برنامج التوازن المالي تم تشكيل 6 فرق عمل لضبط المصروفات، وبعد ذلك في العام الماضي تم إضافة فريق عمل 7. هذه فرق العمل ليس فقط يجتمعون ويشوفون المصاريف ويعطون اقتراحات، لا، هذه الفرق العمل هم اللي يعطون الموافقات على كل طلب صرف في الحكومة، وفرق العمل يرأسونهم أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات، فلهم قوة ويجتمعون أسبوعيا وأي طلب صرف من أي جهة حكومية تمر عليهم ويعطون موافقة أو رف. ففي واحدة منهم فريق عمل المصروفات السفر، لما ذكرت موضوع السفر، وممكن نرسل في وقت لاحق بالنقاشات معاكم في الميزانية بتبين شن هي الضوابط. كل واحدة من فرق العمل حطت ضوابط للصرف، كيف يتم الصرف على كذا، كيف يتم الصرف على كذا، ما هي الضوابط على كذا، وممكن نبينها لكم، لأن فعلا هذا العمل اللي قلص بشكل كبير المصروفات الإدارية والمصروفات المتكررة، ونتائجها واضحة لما نشوف التقليل اللي صار في المصروفات الإدارية في الحكومة. فودي بس أبين يعني في عمل كبير تم في هذا الموضوع، وإن شاء الله نبين لكم. ومشكورين، شكرا. شكرا سعادة الوزير.